نتحدث أكثر عن ثورة 14 من أكتوبر مع ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزازي. مرحبا فيك سيد عبد الهادي، أخبرنا بداية كيف تابعت احتفال الرسمي والشعبي بثورة 14 من أكتوبر؟ في البداية نترحم أولا على شهداء ثورة 14 من أكتوبر، وندعو كل أهليهم أبنائهم وأهليهم وذويهم الصداقة على هذه الثورة التي كانت حلما عاشه الوطن اليمني جميعا بانتزاع القرار الوطني. بعد أن قامت ثورة 23 من سبتمبر في الجنوب، فكانت ثورة 14 من أكتوبر في المحافظات الجنوبية قادمة من الريف باتجاه تحرير المدن الجنوبية، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة اليوم عدن التي كانت تعتبر زهرة التاج البريطاني في تلك الفترة. كانت المنطقة كلها تعيش حلم الاستقلال، حلم انتزاع القرار اليمني والقرار العربي الذي انتج من الجزائر وحتى جنوب اليمن في ثورة عارمة في العالم العربي شهدتها منذ مطلع الخمسينات، وحتى وكانت آخرها ربما في ثورة 14 من أكتوبر. هذه الثورة التي حاول قادتها بكل ما أوتوا من قوة أن يعملوا على إعادة استنهاض الروح الوطنية، انتزاع أقل قرار وطني، السيطرة على ما كان بيد الاستعمار بشكل مباشر وهي المياه الإقليمية اليمنية وانتزاع القرار اليمني. وأنت تتحدث عن انتزاع القرار اليمني سيد عبد الهادي العزازي، هل تعتقد أن الأحداث تتكرر نفسها اليوم، خاصة وأن الاحتفاء هذا العام على غير العادة، حجم الاحتفاء كبير جدا، وهناك حديث ونقاش حول هنا أن هناك أطماع تتربص باليمن وخاصة في جنوبه، وهو تكرار لما حدث في الماضي، ما رأيك بكل هذا الحديث الذي يدار حول ذلك؟ أعتقد أن هذه الأحداث صحيحة، هناك حالة استنفار واستفزاز لطائفة الشعب اليمني خصوصا بالمناطق الريفية والمناطق التي كانت جذوة هذه الثورة، باعتبار أن الغالبية العظمى من السكان اليمنيين متوطنون في الأرياف بدرجة أساسية، ولذلك يسعى الجميع الى انتزاع قراره الوطني والى ويعتبر نفسه انه ما زال داخل مرحله الثوره منذ عام 1963 الى اليوم، ومنذ عام 1962 الى اليوم لا زالت نفس القوى التي سار عليها الشعب اليمني هي من تراودها احلام العوده وتكرير التاريخ ومحاوله مصادره ارادته وقراره، وهذا ما لم يقبله الشعب اليمني عموما، لم يقبل بهذه المساله. قد يكون اليمنيون ربما تغاضوا الى حد ما في فتره من الفترات او استكان البعض، لكن اليوم اعتقد ان حجم التحديات وعد الجميع، ولا زال اليمنيون مصرون على انتزاع قرارهم الوطني وتحديد مصيرهم بانفسهم. يعني هو نظام متجدد سيد عبد الهادي، محاولة انتزاع القرار اليمني سواء كان في خمسينيات القرن الماضي أو حتى هذه السنوات، لكن ما هو رأيك في تصريح سابق لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي عندما وصف علاقتهم ببريطانيا وقال أنها شراكة قديمة، فهل هذا المصطلح أو هذا التوصيف صحيح برأيك؟ هنا الشراكة تعني أيضا الاستقلال، إن كانت هناك شراكة مع أي من الدول العالم فهي في المقابل تعني أنك مستقل وقادر على أن تتخذ قرارك، وهذا فارق كبير بين مسألة الشراكة مع الآخرين والتبعية للآخرين. فإن كان تصريح عيدروس الزبيدي عن قيام شراكة بين الشعب اليمني، الشعب اليمني قام شراكات مع العالم بأجمعه حتى من العصر التاريخي القديم، باعتبار أن هذا الشعب توارث عملية تجارية قديمة، إذ كان من أهم مراكز العلاقات التجارية مع العالم، وكانت هنالك شراكات مع الحضارات القديمة في ما قبل الميلاد وما بعده، والمرحلة أيضا مرحلة العصور الوسطى، لكن ما كان قائما قبل 1963 كان تبعية واحتلال، كان
كان هناك استلالة للسيطرة ومصادرة للإرادة، وهذه مسألة تفرق كثيرا. لا أعتقد أن المجتمع في هذه المرحلة وبعد هذه التضحيات والنضاحات منذ ما يزيد على إلى اليوم 5 عقود ونحن نكاد ننهي العقد السادس، أعتقد أنه لن يقبل مهما إذا أنت تقول أن هناك فارق، مهما كانت الصعوبات، نعم. مهما كانت التحديات، نعم هناك فارق بين الشراكة وبين الاحتلال والتبعية، بين الشراكة والتبعية. نعم. شكرا جزيلا لك. نعم أعذرني على المقاطعة سيد عبد الهادي العزازي المحلل السياسي بسبب ضيق الوقت، لكن على كل حال شكرا جزيلا لك.